اهلا وسهلا بكم جمهورنا مجددا. انا اطلب من صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز تفضل معنا على خشبة المسرح لتكريم الفائزين الثلاثة. حياك الله. انا كان ودي اني اجي اسلم عليك بس ما حصلت فرصه. تفضل معنا ابو محمد. تفضل سمو الامير المسرح. شعرانا تفضلوا. شعرانا تفضلوا يمين سمو الامير. مرهب تفضل معنا. محمد زيد كلكم على صف واحد. تفضلوا هنا يعطيكم العافية. تفضل هنا مرهب. تفضل. جمهورنا الكريم في هذه اللحظات سوف نعلن صاحب المركز الثالث. خلونا نشوف على الشاشة. المركز الثالث زيد المري من دولة قطر. ألف مبروك للشاعر زيد المري. ألف ألف مبروك. التكريم طبعا من صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز درع من قناه الساحه للشاعر زيد المري. تفضل. طبعا المركز الثالث عباره عن جائزه 200 الف ريال راح يتم تسليمها للشاعر الفائز بالمركز الثالث. جمهورنا الكريم راح نعلن المركز الاول. جمهورنا نبغى شويه هدوء الله يخليكم. نعم الكرت موجود. انا ماني عارف المركز الاول. شكرا زيد المري. المتبقي معنا اثنين من الشعراء مرهب القومي محمد بن شديد. انا خليني اسالك مرهب وش بيكون شعورك اذا كنت صاحب اللقب؟ الله يطول اعماركم امسي على طويل العمر بالخير واحيي الجمهور الحاضر وخلف الشاشات وانا راضي باللي قاسم الله سبحانه وتعالى. سواء محمد شديد فاز ولا مرهب ان فاز محمد شديد اهنيه بكل روح الاخوه وان فزت انا استاهل. كفو يعطيك العافيه. محمد لو فزت بالمليون ايش راح تسوي فيها؟ والله اسوي فيها طول عمرك اللي يرضيها ضميري والله. الله يوفقك ان شاء الله. اذا الفائز بالمركز الاول هو الشاعر محمد بن شديد. الف الف مبروك للشاعر محمد بن شديد الفوز بلقب شاعر المعنى في نسخته الثانيه. يتسلم في هذه اللحظات الشاعر محمد بن شديد سيف المعنى من يد صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز. ايضا الجائزه هي عباره عن مليون ريال لصاحب المركز الاول. وما ننسى الفائز معنا نبغى له تحية خاصة في المركز الثاني الشاعر مرهب القمي. ألف ألف مبروك للشاعر مرهب القمي الفائز معنا بالمركز الثاني. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. يستلم درع تكريم من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز. طبعا المركز الثاني عبارة عن جائزة أيضا مالية بقيمة 300 ألف ريال. ألف مبروك لشعرائنا الفائزين. شكرا لك سمو الأمير. تقدرون تتفضلون.
جمهورنا الكريم شكرا لكم على حضوركم، شكرا لجميع من حضر معنا من بداية الحلقات إلى نهاية الحلقات، ألف ألف مبروك للفائزين معنا وصولهم لهالمرحلة ستة شعراء، شكرا لكم مرة أخرى، مبروك لمحمد بن شتيد وباقي زملائه الحصول على لقب شاعر المعنى، شكرا لكم مرة أخرى، تابعونا إن شاء الله في الجزء الثالث من شاعر المعنى، نلتقيكم إن شاء الله، إلى اللقاء.